يرددون في كل منبر يتاح لهم. خلال مؤتمر صحفي تم الإعلان عن موعد انطلاق الدورة الثامنة لمعرض اسطنبول الدولي للكتاب، والذي سيقام من 9 وحتى 17 من شهر كانون الأول الجاري في مدينة اسطنبول التركية. المعرض الذي سينظم تحت شعار العربية تجمعنا سيكون الأكثر زيارة بين النسخ السابقة بحسب القائمين على المعرض، والذين أكدوا أنه سيكون بحضور أكثر من 250 دار نشر ستشارك بشكل مباشر تمثل 30 دولة حول العالم. أستطيع أن أقول بكل ثقة أن العدد هو أكثر من 250 بكثير، لأن هنالك الكثير من الوكالات غير مصرح بها بشكل رسمي. هذا بالنسبة لعدد المشاركين. في الدورة السابقة بلغ عدد الحضور من الجمهور ما يقارب 180,000 زائر، هذه السنة نستهدف تجاوز 200,000 زائر. القضية الفلسطينية كانت حاضرة ضمن الكتب التي يتم التحضير لعرضها، كما كشف القائمون على المعرض عن افتتاح لأيام كتاب فلسطين بالتعاون مع بيت فلسطين للثقافة ومركز تقسيم لأيام كتاب فلسطين، وهذا أيضا تنظيم من طرف المعرض اسطنبول الدولي ونفس الفريق الذي ينظم المعرض اسطنبول، وهم منظمون مع بيت فلسطين للثقافة هذا الحدث، وإن شاء الله سنتطرق به فقط الكتب الفلسطينية والكتاب الفلسطينيين، وسيكون هناك أيضا معرض الصور عن فلسطين، ونشكركم جزيل الشكر. يعد المعرض إذن الحدث الثقافي الأضخم عربيا وأكبر معرض للكتاب العربي خارج جغرافيا العالم العربي، بتنظيم من الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي واتحاد الناشرين الأتراك، وبدعم من غرفة تجارة اسطنبول ووزارة الثقافة التركية، ليصبح مقصدا للقراء عربا وأتراكا، ويبرهن أن لغة القرآن حاضرة في كل أصقاع الأرض.